يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب، أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير حسان. يا صباح الأنوار عمي أبو قاسم. مثل العادة. فريرة. مرامي. صباح الخير يا أمور. صباح الخير. غريبة ما؟ شو الغريب حبيبي؟ من 10 سنين ما صحيتي بهالوقت، خير إن شاء الله. من هلا ورايح، كل يوم بدي أصحى بكير وحضر لك فطورك أنا بنفسي يا روح. طيب وصحتك؟ صحتي؟ شو بها صحتي؟ ما شاء الله حولي ما فيني شيء حتى أشوفها. ليش وينها دنيا؟ دنيا لسه ما نزلت، ومن هلا ورايح ما بدي اسمع منك اسم منوب. طيب ايوه. يعني رح يصير معها شيء؟ يمكن القصة انتهت على هيك، الله أعلم. يا خطيتا، شفت شلون كانت عم تبكي؟ يا رجل تمنت الأرض تنشق وتبلعها. يا سيدي الله يجيرنا من آخرتها. شو آخرتها ما آخرتها؟ ما هلا عم تقولي القصة انتهت؟ انتهت بالنسبة لعبد القهار بيك. لكن لسه في حساب أم رامي مع أبو رامي، وحساب السيد سميح محامي الحارة، ومعلمك أبو أحمد. حسن وينك أنت؟ شرف جاك الخير. يلا جاي بخليك تتهنى بلقمه، لا تسلم لي عليه. يلا صباح الخير معلمي. ليش تارك الدكان مفتوحه ورايح؟ كنت عم بفطر مع عمي ابو قاسم. عم تفطر مع ابو قاسم؟ اذا بتروح بتدوس دكان تقول لهالناس ناس مره ثانيه بدي اكسر لك رجلك وحملك. يا ليه يا معلمي؟ بس يعني ما في يعني، ما يعني دكان مفتوحه مليانه رزق، تتركها مفتوحه بتروح لهنيك ثاني برا ما تعبنا الاكثر. خلاص فهمنا. بكسر بكسر توبي خلاص ما فهمت. جبت اغراض معك؟ معلم الدنيا بكير لسه العالم ما فائت. بلا عدد بلا بكير بلا ما بكير. يلا اوام بسرعه. يلا فريرة لسه ما رجعت.